حسناً، انظروا جميعاً إلى الكاميرا. تماماً، ممتاز. قولوا سباجيتي. سأكون في صورة مع إدريان، سأكون في صورة مع إدريان. صحيح، وهذا لأنها صورة الصف وأنتما في الصف معاً. هذا رائع صحيح؟ أوه، ياه، خبر، ماذا لو وقفنا في مكانين متجاورين؟ أوه، أنت مضحكة جداً، ابتسمي ومهما حصل لا تنسي أن تتنفسي. على الأقل ستكونان في الصورة. لا يا جوليكا، كما قلت لك، لست منحوسة، ستنجحين هذه المرة، أنا أشعر بهذا هنا تماماً. من هو المنحوس؟ منذ أن كنت صغيرة وفي كل مرة يحاول أحد تصويري يحدث شيء غريب. أنت مخطئة يا جوليكا، وسترين. بالطبع، سنبذل جهدنا حتى تأخذي صورة رائعة، لا تنسي الابتسامة. شكرا لكم يا أولاد، كنتم رائعين. حسناً، حان وقت إظهار أسنانكم البيضاء، اجلسوا بسرعة. هيا، فلدي 16 فصلاً آخر لأصورهم. الألبوم الجديد رائع. انظري سابرينا، إنهم على المقعد الأمامي، لا تنسوا أن تخرجوا أصابعكم من أفواهكم كالأطفال. حسناً، الصف التالي. أنت وأنت وأنت وأنت، قفوا في الصف الأخير أرجوكم. أنت انتظر لحظة، يجب أن أكون في الصف الأوسط قريبة من إدريان وفي المنتصف بنفس الطول. لا، اذهبي وقفي في الخلف وراء البقية. كيف تجرؤ على وضعي وراءهم؟ هل تعرف من هو أبي؟ أهو مصور؟ لا، إنه للأسف، كنت أحتاج لمساعد. أسرعي إلى مكانك وإلا وضعتك في الأمام مع الصغار. فليقف البقية في الصف الأوسط. لا مشكلة في هذا يا كلوي، طالما أننا جميعاً في نفس الصورة. ممتاز، أنتم رائعون يا رفاق، الآن توقفوا عن الحركة لننتهي. آسفة يا سيدي، لكنك نسيت جوليكا. آسف على هذا، اذهبي وقفي في المنتصف بجانب الشاب الأشقر. ستكونين في منتصف الصورة كما اتفقنا، لا تنسي الابتسامة. هذا ليس جيداً، هناك خطأ. طبعاً هناك خطأ، فأنا في المكان الخاطئ. أنت تحرك إلى هنا من فضلك، فلنرى. اسمح لي، هل لدينا مشكلة؟ لا يهم أين أضعه، لأن تكوين الصورة غير نافع. مكاني هذا غير مقبول. أحسنت يا جوليكا، تمسكي بمكانك. مس برجوع، تصرفي بأدب. لم أسألك يا فرفارة. لسنا في درس الرياضة يا كلوي. أنت إلى هنا، أنت هنا وأنت هناك. ممتاز. ليس كذلك أبداً، مكاني هذا خاطئ، سأقف بجانب إدريان بالتأكيد. أرجوك يا كلوي، سنصور المدرسة بأكملها، أكمل أرجوك. قولوا سباجيتي. سباجيتي. لا أصدق هذا، آسف، سأحضر بطارية، لا تتحركوا. أيمكنني الذهاب للحمام؟ نعم، لكن بسرعة. ميس بوستيه قال لنا ألا نتحرك. إنها حالة طوارئ. تأكدي من ألا تعود. ميس بوستيه، علي أن أذهب أيضاً. عدنا للعمل. هاي، ماذا تفعلين؟ أين جوليكا؟ كيف وصلت هنا؟ من يهتم؟ على الأقل أنا في المكان الصحيح. أريد منكم أجمل ابتسامة، فهذه آخر لقطة. انتظر. شكرا يا أولاد. أرجوك، علينا إعادة التقاطها يا سيدي. ولما هذا؟ لأن جوليكا ليست هنا. جوليكا من؟ الفتاة الطويلة ذات الشعر البنفسجي. إنها محقة، ألم تذهب إلى الحمام؟ ماستر داموكليز، ألا
التوجه للغداء؟ أولست تدفع للمصور بالساعة؟ حسناً، لا وقت للإعادة، هيا بسرعة. استراحة الغداء. جوليكا؟ جوليكا؟ جولي؟ جوليكا المسكينة؟ فاتتني الصورة، أليس كذلك؟ نعم، إنها إحدى خدع كلوي. لما توقعت أن يختلف الأمر، لا أحد يسمعني أو يراني، أنا خفية حتى في الصور. لا تقولي هذا يا جوليكا، أنت مخطئة. انسي الأمر، طالما كلوي موجودة فستبقيني خارج الصورة. لا، انتظري جوليكا. كفى يا روز، انسي الأمر، انسيني. المسكينة تشعر بالوحدة والفراغ، من الصعب أن تشعر أنك غير موجود. تعالي إلى هنا يا صديقتي، حلقي أيتها الأكومة الشريرة، وأعطي هذه الروح الخفية صوتاً وشكلاً. حبست جوليكا في الحمام، إنها تعاني حقاً من النحس في الصور. كان علي أن أعرف أن كلوي وراء هذا، علينا أن نكسر هذه اللعنة. فلنتصور مجدداً. لا داعي لذلك، فلن يقبل، إلا إذا اختفت الصورة، فلن يبقى أمام المدير سوى إعادتها مجدداً في وجود جوليكا. أنت عبقرية يا مارينيت، لكن كيف ستختفي؟ ابحثوا عن جوليكا وسأتكفل بالباقي. لن أدعها تفسد صورتي مع إدريان، فكري بشيء بسرعة. ريفلكتا، أنا هوكموث، من الآن ستكونين كل ما يراه الناس، لن يتجاهلك أحد مجدداً، لكن في المقابل يجب أن تقدمي لي خدمة عندما يحين الوقت. حاضر يا هوكموث. حسناً، كل الأغراض تبقى في مكتب المدير خلال الغداء. أرفض أن أكون جزءاً من هذا. لا يوجد وقت، علينا أن نوقف نحس صورة جوليكا قبل أن يغادر المصور المدرسة. حسناً، لابد أن هناك طريقة أخرى يا مارينيت. كانت فعلاً فكرة سيئة. مرحباً. ماذا؟ من؟ من أنت؟ لم يكن أحد يلاحظني، لكن هذه الأيام انتهت، فمن الآن سيلاحظني الجميع، لأن الجميع سيبدون مثلي حان وقت تعديل المظهر. قريباً ستكون ريفلكتا في كل مكان. لا داعي للخوف، ألا تحبون أن تغيروا مظهركم؟ لن يغادر أحد. قريبا ستبدو باريس كلها مثلي، ومنهم الأنسة كلوي بورجوا. جميل، لم يمضي وقت طويل قبل أن تأتي الدعسوقة والقط الأسود ليتدخلا. كلوي بورجوا، أرأيتم كلوي بورجوا؟ وقت التحول. بلاك، مخالب. إنه مغلق. هاي، انظر، سينقذنا القط الأسود. حسناً، تغيرت الخطة. ساعدنا أيها القط، لا أعرف كم سأتحمل داخل هذا الجسم. القططية. Thank you.
أفضل بكثير. أنا أكره القطط. القططية! خاتمي الميراكلس اختفى. الميراكلس كان يجب أن تأخذيه قبل أن تحوليه. اطمئن، سأتولى الأمر. أين كلوي بورجوا؟ أعرف أنك هنا مارينيت. أخرجي الآن. اختبئيتك. أها، أمسكتك بالجرم المشهود يا مارينيت. سيحب المدير هذا الفيديو لك وأنت تتطفلين هنا. توقفي وإلا سأخفي الصورة. وهذا مؤسف لأنك تبدين رائعة وأنت بجانب إدريان. لا، أعطيني إياها يا كلوي. أعطيني إياها. أعيدي إلي هاتفي. أعطنيها وإلا سأخذ هاتفك. ها، يمكنك أن تأخذيه وسأشتري واحداً آخر. كلوي، أين أنت؟ ما هذا؟ هاي، لا تقفي هناك، افعلي شيئاً. أين ذهبت تلك البلهاء؟ ها أنت، أخيراً، كلوي بورجوا. من أنت؟ خذي نظرة جيدة لأمام وجهك المستقبلي. يا مقرفة! ما الذي؟ أتعرفين كم تكلفت ملابسي؟ يجب أن تشكريني، فأنت تبدين أفضل هكذا. حان وقت التحول. تيكي، وقت النقاش. لن تتخلصوا مني بحبسي في الحمام هذه المرة. جوليكا! جوليكا، أوقفي هذا الآن! لست جوليكا التي لا يلاحظها أحد. الآن أصبحت ريفليكتا المشهورة. قبل أن تحولي الدعثوقة، خذي الميراكلوس منها، القرطة. ستحبين هيئتك الجديدة أيتها الدعثوقة. شكراً، لكن لا، أنا سعيدة كما أنا. متأكدة؟ اسألي القط الأسود، فهو يحب شكله الجديد. قد تكون قواي اختفت، لكنني لن أقف مكتوف اليدين. من اخترع هذه الأشياء؟ إن أردتم استعادة شكليكم اسمعاني. السلامة هي في الكثرة. قريباً ومثل الجميع ستبدين مثلي تماماً، لكن أولاً سأخذ كرتك كجائزة. وقت المواجهة. أمسكوها. نعم، أمسكوا بها. لست نداً لي أيتها الدعثوقة. سوف ينتهي كل هذا قريباً. هل ستنقذيننا يا دعثوقة؟ نريد استعادة وجوهنا. لا تقلقوا، سأصلح الأمر. نعم، فإن هذا الحذاء يحطم قدمي. القط الأسود؟ اعذروني، ابتعدوا عن الطريق. القط الأسود، هل هذا أنت؟ بالطبع هذا أنا. هل عرفتيني من جمالي أم دلك قلبك إلي أم ماذا؟ لا أعرف ما أقوله. ما رأيك بشكراً لأنك أنقذتني؟ آسفة أيها القط، لكنك لا تبدو على طبيعتك، لكن شكراً. هذا من واجبي، وإن كنت قد نسيتي فما زال أمامنا تحرير ريفليكتا. أمامنا؟ قواك ذهبت، فما الذي ستفعله؟ ترميها بحذائك؟ ذكريني، من أنقذك منذ لحظة؟ علي إيجاد ريفليكتا بسرعة، سوف تبطئني. ربما، لكن كما تعلمين لدي الكثير من الأفكار. أوه صحيح، آسفة. إذن؟ مواجهة ريفليكتا لن يكون لها فائدة إلا إن أردت تغيير شكلك. أنت محق، وهذا أعطاني فكرة. إلى أين نذهب؟ إلى محطة التلفاز. هيا بنا، انتبه لمقالبك. لا تعرفين كيف تمزحين. لم تخسر جسمك فقط أيها القط، بل حس دعاباتك أيضا.
يا سكان باريس، يمكننا هزيمة ريفلكتا بمساعدتكم. عليكم التنكر، وعندها سأعرف ريفلكتا الحقيقية وأهزمها. يجب أن يبدو الجميع مثلي، حتى أنت أيها العمدة. تذكروا، تنكروا جيدا. لا يمكنك مواجهة الدعسوقة الآن. لما تقول هذا وقد كشفت لي كل أسرارها؟ ستنقذنا الدعسوقة. لن تنقذ الدعسوقة أحداً. لا تدعيها تهرب هذه المرة، وإلا سأخذ قواك. أنا أعتمد عليكم جميعاً. وكت، سجلتها. آسف، لكن أليست الخطة معقدة؟ إنها ليست خطتي الحقيقية. الخطة هي أن تعرف ريفلكتا أننا في محطة التلفاز، وستأتي إلينا بنفسها، وستقع في قبضتنا. تعني مخالبنا؟ لست ظريفة. أمسكتك. لابد أن الأكوم في سوارها. انتهى الأمر يا ريفلكتا. ليست الحقيقية. أنا آسف، لقد وعدتني أن تعيدني لصورتي الطبيعية إن خدعتك. مستر بورجوا، احترفي من الشعاع. لقد تغيرت مسبقا، فأنا محصن. شكرا أيها القط. هيا بنا، استخدمي تعويذتك. تعويذة الحظ. كاميرا؟ حسناً. أيها القط، أطفئ الأنوار بسرعة. من هنا يا ريفلكتا. لا مزيد من الشر أيتها الأكومة. وقت إزالة الشر. أمسكتك. مع السلامة أيتها الفراشة. الدعسوقة ميراكلس. أنت رائع أيها القط. بالرغم من الكعب العالي. بالمناسبة، هذه الأحذية يجب أن تمنع. أين أنا؟ نجحنا. أيمكنك إعادة هذه الفتاة إلى مدرستها؟ نعم بالطبع يا دعسوقة. شكرا لك، أراك لاحقاً. وداعاً. ربما فزت اليوم يا دعسوقة، لكن الأمور ليست كما تبدو عليها. انتبهي أيتها الدعسوقة، سأدمرك وبسرعة كبيرة. كنت محقة، فسرقة هذه كانت فكرة سيئة. ألن تمسحي الصورة؟ لا، لدي فكرة أخرى، وأعتقد أنها ستعجبك. أحسنت يا فتاة. تفضلي، يمكنك استعادته. مستعدون؟ هاي، لقد أوقعت هذه. شكراً. أعرف أنك مشغول، لكن إحدى صديقاتنا لم تكن معنا في الصورة، فهل يمكنك إعادة التصوير؟ حسناً، أنا متأخر كفاية بسبب كل ما حصل. مستر داموكليز، أعرف هذا، لكن يمكنك فعل هذا بعد عملك. يمكننا التصوير في المنتزه القريب. حسناً، نريد أن نأخذ صورة من أعظم مصور، أرجوك. إن كان الأمر بهذه الصيغة، موافق. ها؟
حسناً، كلنا هنا، مستعدون؟ هذه الصورة فكرة جيدة. شكراً يا إدريان. وكأنني أريد أن أكون في صورتهم السخيفة. هذا حقاً سخيف. كسرنا نحس صورة الصف. شكراً يا مارينيت.